مشاهدي موقع الدار، اهلا ومرحبا بكم. يوم امس بالقصر الملكي بفاس، جلالة الملك محمد السادس عين عزيز اخنوش رئيس التجمع الوطني للاحرار رئيسا للحكومة الجديدة. واليوم رشيد الطالبي العلمي بالمقر المركزي للحزب اكد على ان المشاورات لتشكيل الحكومة ستنطلق بداية من الاسبوع المقبل. نزلنا للشارع باش نسولوا المواطنين المغاربة انه في ظل هذا البرامج الانتخابية اشنا هما الاولويات اللي لابد ان تركز عليها الحكومة الجديدة، وهكذا كانت الإجابة ديالهم. تابعوا معنا هذا الفيديو. هو صراحة اللي كنتمناو أن هذه الحكومة الجديدة كنتمناو ما طيحش في أخطاء اللي طاحت فيهم الحكومة اللي دازت، يعني 10 سنوات اللي صراحة ما شفناش فيها شي حاجة، رغم الوعود رغم بزاف الأمور اللي وعدتنا بها الحكومة، ولكن ما شفنا حتى شي حاجة صراحة في جميع المجالات، في المجال الاجتماعي الاقتصادي، يعني الصحة، والتعليم تبقى أولوية. يعني شفنا بزاف الأمور صراحة يؤسف لها، وصراحة وكنتفائلوا كنبقاو متفائلين إن شاء الله بالحكومة الجديدة اللي كترأسها سي أخنوش، وكنتمناو خير إن شاء الله. وصراحة كأول حاجة اللي كنتمنى أن الحكومة تهتم بها هو الشباب، يعني الشباب، لأن المغرب يعني تقريبا نقدروا نقولوا أكثر من 60% فئة هي اللي فئة الشباب اللي عندهم طموحات كبيرة، عندهم كفاءات، يعني في جميع المجالات. وكنتمنى يكون الاهتمام هو الأول، لأنه هو القاطرة، الشباب كتبقى قاطرة زعما بزاف الامور. واول حاجه خصنا نركز عليها هي التعليم، حيت كاين بزاف ديال الناس اللي كيقراو وكيجتهدوا في الدراسات ديالهم وكياخذوا يعني كياخذوا الدبلوم ديالهم، ولكن كيلقاو راسهم انه واخا قراو داروا يعني داروا واحد المجهود كبير، في الاخر كيجلسوا غير في الدار، يعني كانهم الورقه اللي خداوها كان ما عندهاش شي اهميه. كنطلب من هاد المسؤولين انهم يعطيو واحد يعني واحد المجهود كبير للناس، الشباب ديالنا، حيت الشباب ديالنا هما راس المال ديالنا، هما اللي خصنا نقدموا لهم بزاف ديال المجهودات وبزاف ديال فرص الشغل. وشكرا. البرنامج ديال الاحزاب اللي غادي تكون في الحكومه حدات الاولويات، وبالتالي مثلا حزب الاستقلال حدد الاولويه ديال حل المشكل ديال المعطلين والاساتذه المتعاقدين، ووعد باش الناس اللي هما ما عندهم يعني تحت عتبة الفقر، 1 مليون فقير، انه يلقى لهم واحد الدخل. وحزب الاحرار كذلك عنده اولويات تقريبا تقارب او تتقارب مع اولويات حزب الاستقلال. هاد الاولويات اللي كينتظرها المواطن اغلبيتها كتعلق بالمعيشه، بتحسين ظروف العمل داخل الإدارة مع المواطنين، القضاء، واستكمال، ولا أقول إصلاح، استكمال أوراش إصلاح القضاء. هناك بعض الأولويات تحتاج إلى زمن لإخراجها وتنزيلها، إما بمراسيم وإما بقوانين وإما بتدبير الميزانية. على كل حال جرت العادة في الحكومات كنقولوا 100 يوم، هناك من الإجراءات التي يمكن اتخاذها داخل 100 يوم وتعتبر من أولويات البرنامج الحكومي الذي سيتفق عليه، لأنه الآن عندنا برامج مختلفة وما عرفناش شكون هي الأحزاب اللي غادي تحالف. على كل حال أنا بالنسبة لي كشخص مواطن عادي كنشوف بأنه الأولويات ديال الأولويات هاد التبعات ديال جائحة كورونا اللي خلفتها من اثار على جيوب المواطنين وعلى سوق الشغل، انه يتم اتخاذ او اجراءات عاجله مبسطه تشمل الجميع وعادله ومنصفه بحسب السجل الاجتماعي الذي يرتقب بالضروره، يعني من اولى الاولويات انه يتحط فوق الطبله باش نعرفوا شكون هما هاد الناس ذوي الخصاص. انا بالنسبه لي فهمتي بحال كاع لي زون، خصوصا دابا في هذه الوقيته هذه، خص بعد الاولويات يكون الصحه، راك عارف حيت حنا عندنا مشكل في الصحه. لي بارك وداكشي فهمتي، مثلا حنا فين كنبغيو نلعبوا وداكشي فين كنبغيو نتحركوا ما كتلقاش دي سباس، بحال مثلا انا كنجي من سلا باش نتحرك مثلا هنا في الرباط ولا ميشو. كاين بالنسبه راك عارف المدارس، هذه حاجه باينه واش انا
بزاف ديال الحوايج بيناتهم مثلا لي سونتر فهمتي كنلقاو بزاف ديال المشاكل. وعاوتاني بالنسبه للخدمه فهمتي دابا مثلا انا كجون ولا مثلا صحابي ملي كياخذوا الباك ولا شي حاجه كيبغيو يديروا شي فهمتي كيبغيو يديروا دي بروجي شي حاجه ما كاينش واحد الدعم دو فري ماشي ما كنهضرش على الدعم ديال بصح فهمتي دفع بروجي ديالك وتسنى وداك الشيء. انا بالنسبه ليا عندي ان بروجي وكنبغي فهمتي شحال مره كنبغي ندفع باش ندير بروجي ديالي ما كنلقاش فيه فهمتي كنلقى مثلا كيخرج لك خصك مثلا اكسبيريونس ملي كتجي باش تقلب على اكسبيريونس كيقول لك تبغي تخدم باش تاخذ اكسبيريونس تيقول لك لا فهمتي خصك مثلا باك بلس 5 باك بلس 6 فهمتي يعني كيكونوا مثلا شي طلبات فهمتي صعاب شويه. هادو بارمي لي بروبليم اللي كاينين دابا عندنا في المغرب فهمتي. كنتمنوا هاد الحكومه ديال دابا يكون زعما شي تجديد. ما بغيناش غير الوعود فهمتي بحال اللي فاش ما بغيناش كوميدي في الحكومه فهمتي بغينا شي حاجه احسن. واش غير الشباب هذا اول حاجه غنركزوا عليها من الاولويات ثم الصحه ثم التعليم. هاد ثلاث الحوايج اللي ركزت عليها الحكومه ان شاء الله راه تمشي في المسار ديالها جيد. وحنا نتمنوا الخير في هاد التجمع الوطني الاحرار بقياده اخ نوش. نتمنوا ان شاء الله يكون المغرب يمشي للاحسن ونكونوا نتمنوا من الله اخ نوش يستافد من الحكومات السابقه اللي فشلات في تسييرات وتدبير ديال هاد الدوله. 10 سنوات كي دايرين عجاف 10 سنوات عجاف هاد الحزب العدل والتنميه اللي كنا تمنينا فيه الخير وعنده عصا سحري وغيغير المغرب في الاخر تفاجئنا انه حزب فاشل 100%. ونتمنوا الخير في هذا اخ النوش. علاش ركزتي على التشغيل في الاول؟ هو التشغيل راه هي الافه اللي صابت هاد البلاد هادي هو ان مجموعه ديال الشباب حاصلين على دبلومات عليا وعاطينين على العمل والسبب الرئيسي هو التشغيل. الا كان التشغيل الحمد لله المغرب غيزيد القدام. ما كان التشغيل غنعيشوا نفس السيناريو لا مع العداله ولا مع الاستقلال اللي قبل منا. ونتمنوا الخير ان شاء الله. ونتمنوا هذه رساله اخ نوش الله يجازيك بخير. هذا الشعب راه شعب عظيم وهذا الشعب راه ضحى بزاف. نتمنوك تكون فيك انت الخير وراه الشعب راه صوت عليك وراه بغاك ان شاء الله. ونتمنوا لك انك انت تكون احسن من الاحزاب السابقه وما طاحش في الاخطاء اللي طاحوا فيها الاحزاب السابقه. الله يجازيك بخير. الى هاد المغاربه راه كيتمنوا فيك خير. نتمنوا انك انت تكون عند حسن الظن ديال المغاربه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.